بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا وعنا على ذكرك وشكرك يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله، وعم نواله كل الخلائق. طبعا ناخذ الآية 129: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. خليط انس وجن، والا جماعه انس بمفردهم وجماعه الجن بجانبهم ان صح التعبير. وكذلك نولي بعضهم، يعني في فما ولايه وفما بروتكشن، يعني هذا يحمي هذا، باش كل شيء امرهم وتامرهم على الحق، وللحق يكون دائما في المغموته يكون العام. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، والولاية هنا بكل زخرف القول غرورا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني بأعمال كسب سيء، لأنه يعني الله وصفه سيء، يعني لذلك قال شياطين، أي سون كاركتيريزي بار لادجيكتيف ديمو، c'est-à-dire le nom démon, c'est-à-dire un qualificatif démoniaque. نسأل الله السلامة في كل أحوالنا. آمين يا سيدنا يا سميع يا عظيم.